انطلاقا من الإيمان بالمواهب الشابة، افتتحت وزارة الثقافة بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين معرض الربيع السنوي لعام 2021 في خان أسعد باشا بدمشق. أحدثت وزارة الثقافة هذا المعرض منذ نحو 10 سنوات أو ربما أكثر بقليل، وهو يحتضن الفنانين التشكيليين من ذوي المواهب من سن 19-20 إلى 35 عام. اليوم أنا سعيدة جدا لأنني أرى يعني مجموعة رائعة تتجاوز 80 لوحة بعددها بنوعية متميزة جدا. أنا كنت أقول بأنه في عام 2012 المستوى لم يكن بهذا الشكل، لاحظنا نقلة نوعية في مستوى الفن التشكيلي السوري، شبابنا مندفع جدا أكاديمي. الغاية من المعرض وأنه بشكل سنوي، وأكيد بشكل سنوي من المعارض السنوية بمديرة الفنون وزارة الثقافة، دائما أنه رعاية الجيل الشباب، لأنه خاصة نحن بوقت هلأ شوي بدنا نكون دائما كلاتنا جنب بعض، فمديرة الفنون دائما حريصة على هذا الموضوع، تستقطب الفنانين الشباب، يعني نسألهم تخرجوا معهد، تخرجوا كلية طاولة عنا، نفتح لهم مجال لعرض أعمالهم، تجاربهم الفنية، خاصة بيكونوا طالعين من الكلية أكاديميين وفيهم طاقات بحاجة لحتى يعرضوا أعمالهم للجمهور. الذائقة كمان، الذائقة البصرية عند الجمهور إلى دور، فهن بدهم كمان يبرزوا مواهبهم. فنحن بوزارة الثقافة ومديرية الفنون معنيين بإقامة هذا المعرض بشكل سنوي، خلينا نقول مساعدة الجيل الشباب بعرض أعمالهم الفنية. المعرض شمل نحو 82 لوحة من مختلف المجالات الإبداعية البصرية، من تصوير ونحت وخزف وجرافيك، إضافة إلى المشاريع التجريبية والتركيبية. مشاركتي بتقنية اللينوليوم، الحفر على، فينا نقول الحفر على الخشب. عنوان اللوحة سميتها نون النسوة، هي بتحكي عن المرأة بمجتمعنا، جمعة نساء، فكل وحدة عم تتبادل يعني مثل دورة بالمجتمع. اللوحة قسمين، فيها قسم قريب للواقعية وقسم بين التجريدي والتعبيري. القسم الثاني هو مثل المرأة المهمشة بالمجتمع، يعني مثل ما شايفين باللوحة، مغطي عليها باللوحة، فهي المرأة المهمشة بالمجتمعات العربية بشكل عام. بمشاركتي بمعرض الربيع هي السنة السادسة على التوالي، قدمت السنة لوحة ذاتية قياس متر بمتر بعنوان عزاء، اللي هي موجهة انه للمجتمع النسائي بشكل عام، انه مو دائما الواحد بيعرف شو خلفياته او الحالة النفسية اللي هو فيها، فهن بس بيطلعوا على الجانب انه الشكل او الشيء اللي انت انه هو بشكل عام البني ادم كيف بيتعامل. هذه المعارض تشكل دورا مهما لاستقطاب المواهب بمختلف المجالات في الفنون التشكيلية، فهي تعطي مساحة للفنانين للتعبير عن موهبتهم وعن ذاتهم، ودعما لهم ليستمروا بالعطاء والإبداع.